صباح الخير، وين الفطور؟ قصدك مساء الخير، باقي شوي ونتغدى وانت تسأل عن الفطور؟ وش تعلميني بهالثور؟ يسهر بالليل وين بالنهار؟ معليش كنت بصحى الصبح ولعلها هجت معي وتوني صاحي. انت يا بزر قومي صبي القهوة. ليش ما عندك يدين تصب لنفسك؟ هي سادزة وانا ما اصب لنفسك. انا ماشي مع مبدأ الصغير يخدم الكبير. ليه؟ محرول ولا فيك شيء؟ ايوه شكله محتاج رش رشتين ضبط الامور. طيب من اللي طق الباب؟ معاه درنب كفته. اتحداك الارنب البطل. العطر اللي اعطيتني خلاص، وزوجتي طردتني من البيت. مهبول انت، معطيك كميه تكفيك اسبوع، خلصت بيوم لا يكون شربت يا الهطف. لا رشيته كله في ليلة العرس، كنت أبغاها تموت فيني بسرعة وتعشقني. تعرفني عامر، أنا رومانسي بس منسي. أم عاد منسي. أوكي أوكي خلاص، دزها لبيتكم وأنا باخذه وأجيك أعطيك رش رشتين. يلا رح رح يا أرنب، يلا يلا لا يصدونك. أمش يلا. الحمد لله والشكر لله، الله لا يبلانا. يبا سم، في عطر ضايع اللي ما شفته. لا ما شفت شيء. وش السالفة؟ وش حملة التنظيف ذي اللي طرت على بالكم فجأة؟ بعدين الزبدة، في علبة عطر لونها أسود ما شفتيها؟ لا ما شفتها. بعدين أرجوك لا تعطلني عن شغلي. وش السالفة؟ جوال قرقرقر. ابشري ابشري ولا يكون خاطرك الا طيب. ها سليمان خلص نذف هذا، روحي مطبخ وقص المواعين. ما في بلاي ستيشن. ابشري عمتي ميري. وين عمر؟ اروح اناديه؟ لا 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 تعالي بس بعدين، انا اشوف وين هذا ولد مجنون. النشبة ذا يبيك، النشبة ذا يبيك. هلا وش بغيت؟ عامر الحق علي يا عامر، الربع تول اللي عطيتني خلصت والمدام رجعت تقلب علي. تكفى تكفى فزعلي يا عامر تكفى. يا ابوي دزها، الشغالة اخذت العطر، تفهم ولا ما تفهم؟ اسمع يا عامر، أبعطيك 50,000 ريال على ربع تولة، بس تكفى تكفى دبرها لي وتصرف تكفى. أندف كويس يا أبو عامر، مية مية. الحمد لله كنت أنا أصابي، تامرين شيء ثاني يا طويلة العمر؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عجيب والله، وش أنت لابس يا مهبول؟ لا أبد، بس فيني حساسية ورحت للدكتور أعطاني ذا القناع. ميري أبيس شوي. ميري أنا معلوم أنت شيل عطر، أعطني إياه بالهداوة علشان ما أفلم بس. أوكي أنا شيل عطر أنت عشان بابا حاتبت على والله لو تتسبحين بالعطر ما تشمين من أبوي ولا ريال. عارفه ما ينفع معه لا عطر ولا اسلوب. اذا ما انت مصدقتني جرب يطلبي منه 5,000. اها ابو عامر سمي يا خلفهم. انا ابغى 5,000 ريال. والله لو تبين هذا لا زياده على تمشي وتحصلين. ما قلت لس، عارفه ابوي زين كل شيء ينزل فيه الا الفلوس، لو بغيبوبه يصحى. الزبده أنت كم يبينس وتخلصين بيتس؟ 20,000 ريال
وتكات عشان أنا أسوي سفر. بعدين أنا حاطك قطر. أبشري بعزز. لس 20,000 وتذكرة فوقها. وهذه 20,000 ريال. والتذكرة دزيتها لك بالواتساب.